نبدأ من عنواننا الرئيس، لا أموال بلا اقتراض، الإفلاس يدق الأبواب، الرواتب يبدو بأنها تفجر أزمة بين الحكومة والبرلمان، بين يعني سن قانون الاقتراض الداخلي وبين يعني رفض أو رد البرلمان أو اعتراضه على ذلك، يعني كيف يمكن لنا أن نفهم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم والسادة المشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا نقترب من أربعينية الإمام الحسين، السلام على سيد الشهداء الحسين. الحقيقة موضوع الرواتب يفجر أزمة كبيرة في الاقتصاد العراقي. السيد رئيس الوزراء في اليوم السابق تحدث إلى فضائية العراقية وأشار إلى أن العراق يمر بأسوأ حالاته. هذا اعتراف من السيد رئيس الوزراء. نعم. الآن اللي يشغل المواطن هو الرواتب. نعم. لأنه الموظفين عددهم بحدود 7 مليون، وكذلك من ضمنهم المتقاعدين والإعانة اللي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ف7 مليون كل شخص عنده يعيل 3 أشخاص، نصل إلى عدد كبير من المواطنين، قريب نصف عدد الشعب العراقي. لذلك فإن الرواتب تأخذ حيز مهم من تفكير المواطنين العراقيين. في يوم 28 أيلول أصدر المكتب الصحفي للسيد وزير المالية، أكد فيه بأن الرواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة، كما تحدث عن القرض 15 تريليون، قرض داخلي وخارجي، وسددوا بالتزامات الدولة الداخلية والخارجية. طيب الآن أكو تصريح لوزير المالية، نعم، يشير إلى توجيه السيد رئيس الوزراء بضرورة دفع رواتب شهر تشرين الأول. نعم. وفعلا صرح يعني ربما أيضا يعني أستاذ عبد الحسين، ما يشغل أيضا بال المواطن يعني هل فعلا سن قانون مشروع قانون الاقتراض الداخلي سيجبر العراق في النهاية إلى إعلان إفلاسه بعد 6 أشهر؟ يعني هل هذا وارد؟ أنا لا أعتقد ذلك. أكبر الدول الآن المقترضة، يعني الدولة المقترضة رقم 1 هي دولة قطر، على الرغم من وضعها المالي الجيد وأنها أول دولة عربية لديها مخزون الغاز. الاقتراض موجود في العالم. نعم. وإحنا بعد 2003 بعد الاحتلال الأمريكي وجدنا أن ديون العراق قد وصلت إلى 140 مليار دولار. نعم. وهذه القروض تم تسديدها بتخفيض، يعني دفع العراق نقداً 10% ودفع 10% على شكل أقساط. الاقتراض سيء، ولكن عند وجود الحاجة هي نعم. تبرر الاقتراض. نعم. يعني نقترح نعم تحديدا ما الذي تقترحه لتجاوز هذه الأزمة؟ نعم، احنا نقترح ان تقدم الحكومة كما وعدت الورقة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي اللي يجب أن تتضمن أولاً رؤيتها للمستقبل، وأن تحول هذه الرؤية إلى أرقام وموازنات وإلى وضع يطمن المواطن. نعم. هذه الرؤية يجب أن تكون هنالك انسجام. نعم. بين الحكومة والبرلمان، يجب أن يكون هنالك مباحثات واتفاق مع البرلمان من خلال اللجنة المالية. نعم. اللي اليوم تصريحاتها احنا استمعنا لها. نعم. يجب على الدولة أن تصدر نوعين من التشريعات. تشريعات سريعة مثل قانون الاقتراض
وتشريعات اقتصادية استراتيجية. نعم. يجب على الحكومة أن تهيئ الكادر الوظيفي. نعم. توضحت رؤساء الدوائر وهو ما يعني نبهت إليه اللجنة المالية النيابية، يعني عندما بينت بأن الورقة الإصلاحية المالية لم تصل حتى هذه اللحظة إلى البرلمان. إذا رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين الأستاذ عبد الحسين الياسري، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.